في حتة من تاريخها. مجرد ما تدخل أي حي شعبي هتلاقي نفسك بتدوب في ريحة الذكريات اللي مالية المكان، مشربية وبيت من دورين وجامع مبني بالطريقة العثمانية، قادرة تاخدك جوا فترة زمنية عاشتها مصر على مدار تاريخها. مسجد أسنبغة اللي بناه الأمير سيف الدين أسنبغة سنة 772 هجرية، طوله حوالي 25 متر، وبيقال إن بعد فترة المسجد ده تحول لمدرسة لتحفيظ القرآن للبنات. المسجد من الكنوز الأثرية المنسية في بلدنا واللي لازم نهتم بيها ونزورها وتكون من ضمن الجولة السياحية، زي الهرم والقلعة وغيرهم من الأماكن الحلوة اللي مالية مصر.